نعم، كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، سواء كنت في البر أو في الحضر، سواء كنت في البنيان أو في الصحراء، فهذا هو الراجح وهو الكراهة. طبعا أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، لا نستطيع أن نفصل، لكن خلاصة المذاهب أن منهم من قال في البنيان يسهل، يجوز استقبال القبلة، ومنهم من منع، القول الثاني منع في البنيان وخارج البنيان، وهناك قول ثالث أن هذا فيما يتعلق بخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاز له ما لم يجوز للأمة، وهذا له يعني نصيب من الصحة، أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصوصياته، لأنه لم يطلع عليه أحد، وعندما رآه ابن عمر رآه من غير تقصد، فكان معفي عنه عليه الصلاة والسلام. نسمع الآن. أيوة. قال عن سلمان قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. نعم، حتى قضاء الحاجة علمنا الشرع، حتى قضاء الحاجة علمنا الشرع. نعم. قال أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. برجيع، نهى أن نستنجي برجيع. ما معنى الرجيع؟ الحيوان. نعم، قال أي الروث والعذرة. أحسنت. نعم. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر ب3 أحجار وينهى عن الروس والرمة. نعم، الرمة، ما معنى الرمة؟ نعم، العظم البالي، العظم البالي، أيضا العظم البالي لا يستنجى به. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهم بمثل هذه الصورة، لما؟ لسببين. واحد، نعم، حتى يبين لهم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. اثنين، حتى إذا تكلم استمعوا له بإنصات واهتمام وتلقي العلم بأعلى مراتبه، فهو هكذا يحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ عنه العلم بأعلى مراتبه. نعم. عن أبي أيوب قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. إذن هذا الحل، إذا دخلت إلى بيت أو إلى مكان قضاء الحاجة وكان المقعد باتجاه القبلة، ماذا تفعل؟ نعم، تنحرف، شرقوا أو غربوا. وهذا حقيقة أكثر ما يشاهد أين؟ نعم، في الفنادق، وللأسف حتى فنادق مدينة ومكة، فكم من فندق دخلناه ورأينا أن هذه المقاعد بنيت باتجاه القبلة، فجزاهم الله خيرا في الغرفة حاطين لك اتجاه القبلة، أحسنتم وجزاكم الله خير، لكن المفاجأة أن بيت الخلاء باتجاه القبلة. طب يا أخي احرف يمين، احرف شمال، أيها المواسرجي، أيها البليط، أيها القائم على يعني هذا الشيء. نعم. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. نستغفر الله، وقلنا الاستغفار إخواني في الله لا يشترط أن يكون من الكبائر، الاستغفار قد يكون من الكبائر والصغائر وفعل المكروه وترك المندوب. نعم. قال عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن
أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك. طبعا المسألة من مسائل الخلاف حتى بين السلف، فها هو ابن عمر يرى مدام في حاجز بينك وبين القبلة فلا حرج، وهذا على خلاف فعل أبي أيوب الأنصاري حيث انحرف واستغفر الله، فالخلاف حتى بين السلف حاصل، فنبقى على الأصل وهو النهي العام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبصق اتجاه القبلة، من بصق اتجاه القبلة جاء ويوم القيامة وتفلته بين عينيه، فإذا كان البصاق باتجاه القبلة لا يجوز، فكيف يكون البول وقضاء الحاجة باتجاه القبلة؟ فمن باب أولى أن نمنع. على خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة لا نعظم الخلاف، وإنما نتناصح فيما بيننا وليس أكثر، نسمع الرخصة عند من أجاز، وقلنا هذه خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الرخصة في ذلك. عن عبد الله بن عمر قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجة. بيت المقدس كان في البدايات هو قبلة المسلمين، فهو أولى القبلتين، ولا يقال ثالث الحرمين، فلا يوجد عندنا إلا حرمين فقط أو حرمان، مكة والمدينة، حرم المكي وحرم المدينة، وزاد الفلسطينيون الحرم الإبراهيمي حتى في الخليل، فهذا كله، وزادت الدوائر والوزارة التربية والتعليم الحرم الجامع، صار كل واحد بيقول لك حرم. لا يا عمي، لا يوجد في الشرع إلا حرم مكة وحرم المدينة، ونسأل الله عز وجل أن يرد بيت المقدس إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. نعم نسمع. قال عن جابر بن عبد الله قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لبول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. نعم، إذن ابن عمر رأى فلم يعتبرها خصوصية فطبق ذلك، بينما أبو أيوب الأنصاري وغيره لم يفعلوا وانحرفوا، ولما أن هذا شيء غير مشتهر، ولذا حكم أهل العلم أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن لو أراد أن يكون تشريعا للأمة لأعلن بلسانه، وأما الفعل فلا ينفع للإعلان، لأن هذا مما يطلب فيه الستر، فابن عمر رضي الله عنه رأى، لكن هذه الرؤية اعتبرها ليست بخصوصية، لأنه الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشريع للأمة، لكن خالفه من خالفه من الصحابة على أساس لو كان تشريعا لأخبر بلسانه، لأنه الفعل في مثل هذا الشيء يقصد به الستر وعدم الكشف على الأمة، لأنه هذا في كشف للعالم.